هذا وقد شارك وفد الشعب البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب في الاجتماع الدور 12 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية والشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، والذي ترأسه معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. وقد اطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية على مذكرة الأمانة العامة بشأن النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وقرروا اعتماد مشروع النظام الداخلي للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. استذكر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية قرارهم في الاجتماع الدوري السادس بشأن تخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، وتقرر اختيار موضوع دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2019.